جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من أحد الإخوة يقول: أنا شاب مصري مقيم في أبها وأسأل ما هو الحكم في بعض الناس الذين يقولون عند الانتهاء من الصلاة حرما أو تقبل الله، وعند الوضوء يقول بعض الناس زمزم، جزاكم الله خيرا. كل هذا لا أصل له، ولا يقال شيء بعد الوضوء ولا بعد الصلاة ولا بعد أي عبادة، وإنما يحصل المشروع ذكر الله سبحانه وتعالى بالأذكار الواردة في تلك المواضع. نعم.